بعد يوم دام بمحيط المستشفيات والمدارس، غارات إسرائيلية متواصلة على غزة واستهداف جديد لمشافي القدس والوفاء والنصرة. غوتيريش يقول إنه شعر بالرعب من استهداف قافلة الإسعاف في غزة، ويصف صور الجثث في الشوارع بالمفجعة. الجيش الإسرائيلي واصل اقتحاماته لمدن الضفة الغربية، ووقوع مواجهات في مخيم بلاطة وبيت لحم. بمشاركة بلينكين، اجتماع تنسيقي وزاري عربي اليوم بالأردن سعياً لوقف الحرب في غزة. تقارير أمريكية تكشف ضغط بلينكين على نتنياهو من أجل هدنة إنسانية، ومطالب إدارة بايدن بإيضاحات حول قصف مخيم جباليا. تحية طيبة مشاهدينا. في اليوم 29 من الحرب في غزة، وبعد يوم دام شهد قصفا لمستشفيات ومدنيين فارين من المعارك المحتدمة شمال غزة، وصل الطيران الإسرائيلي غاراته المكثفة على مناطق متفرقة في القطاع. وأفاد التلفزيون الفلسطيني بقتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على منزلين في النصيرات ورفح بقطاع غزة. كما أفاد إعلام فلسطيني بأن الطيران الإسرائيلي قصف المولد الرئيسي لمستشفى الوفاء، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بالكامل، كما نفذ غارات على مستشفى القدس في تل الهوى، كما استهدف قصف آخر مدخل مشفى النصر للأطفال، إضافة إلى قصف بالمدافع شرقي خان يونس ودير البلح، وأيضا شرق المغازي ومخيم البريج وسط القطاع. في خبر عاجل، كما نشاهد مشاهد لوصول ضحايا وإصابات القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة. إذن نعود ونذكر بهذا العاجل، وكما نشاهد الآن هذه المشاهد لوصول ضحايا وإصابات القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة في شمال قطاع غزة. وهذه المدرسة لجأ إليها الآلاف من النازحين خلال الأيام الماضية. من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. خولة، أهلا بك معنا، تفاصيل أكثر حول استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة، وإن كانت لديك حصيلة تقريبية لعدد الوفيات والضحايا حتى اللحظة. نعم، يبدو أن بنك الأهداف الإسرائيلي الذي كانت تتغنى به إسرائيل على مدار السنوات السابقة هو صفري للغاية. كل بنوك الأهداف التي تعاملت معها إسرائيل منذ بداية هذه الحرب هي أهداف مدنية للكامل. هذه المدرسة هي مدرسة الفاخورة، والتي تتبع لمنطقة مخيم جباليا، والذي تعرض لعدة مجازر إسرائيلية في الآونة الأخيرة. يبدو أن هذه مجزرة جديدة تضاف على قائمة المجازر الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. هذه المدرسة تحتوي على عشرات العائلات الفلسطينية، يقدر بعدد المتواجدين فيها أكثر من 5000 نسمة تقريبا. أي استهداف في محيط تلك المدرسة كان يؤدي إلى أعداد كبيرة من الإصابات والضحايا. هذا الاستهداف يأتي في سياق الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لزيادة معاناة الشارع الفلسطيني. الحديث يدور عن عشرات الضحايا وعشرات الإصابات التي يتم التعامل معها في هذه اللحظة، مع العلم أن العبء على المنظومة الطبية فعليا هو عبء كبير للغاية. نحن تهدد المستشفيات الفلسطينية بتوقفها عن أي لحظة في ظل خروج عدد من هذه المستشفيات عن الخدمة. لذلك عملية التعامل مع هذه الأعداد الضخمة من الإصابات والضحايا والتي تصل دفاعا ودون توقف، وفي ظل تناقص في المعدات والمستلزمات الطبية والخدمات الطبية بشكل كامل، هذا ينذر بكارثة صحية حقيقية متعلقة بحياة المواطنين الفلسطينيين وبحياة المصابين الذين يصلون إلى هذه المستشفيات في حال تمكن عملية إجلائهم. عملية إجلاء المصابين هي أيضا من العمليات المعقدة للغاية. عملية وصول سيارات الإسعاف إلى الأماكن التي تتعرض إلى غارات
سيارات إسرائيلية هي مهمة شبه مستحيلة في ظل استهداف سيارات الإسعاف، سيارات الدفاع المدني، في ظل نقص الوقود الحاد، في ظل أيضا وعورة الوصول إلى المناطق المستهدفة للغاية. نحن نتحدث عن صاروخ واحد يصل إلى وزنه إلى طن. الطن هذا يعمل على إحداث أضرار بالغة في كافة المحيط الذي يتعرض إلى غارة إسرائيلية. البنية التحتية تتضرر بشكل واضح، يكون هناك انقلاب تام في شكل الحجارة وفي تراكمها وتناثرها في كافة المناطق. لذلك عملية الوصول هي عملية فيها من المخاطرة ما فيها، عملية وصول صعبة، بالإضافة إلى أيضا بالغالب تكون هناك أشلاء متناثرة في المكان ويصعب التعرف على هويات الضحايا الذين نفقدهم خلال هذه الغارات الإسرائيلية. يبدو أن إسرائيل تستشرس في الآونة الأخيرة من خلال طبيعة الغارات التي تشنها في كافة مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. قطاع غزة كله خمسة محافظات، الخمس محافظات في 12 ساعة الأخيرة تتعرض إلى غارات إسرائيلية مكثفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي ومن قبل البوارج البحرية أيضا المتمركزة على شاطئ بحر غزة، بالإضافة إلى الآليات والمدفعيات المتمركزة على الخط الشرقي لمدينة غزة. هذا كله تستخدمه إسرائيل وفي آونة واحدة في كافة المناطق في قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. ما مدى صعوبة وصول الجرحى إلى المستشفيات الذين تتزايد أعدادهم ساعة تلو الأخرى في ظل استهداف الجيش الإسرائيلي لمداخل ثلاث مستشفيات رئيسية في قطاع غزة خولة؟ نعم، هناك استهدافات ليس فقط لمداخل المستشفيات عزيزتي، هناك استهداف أيضا للشوارع الرئيسية الواصلة بين بعضها البعض. مناطق الشمال نعم عزلت عن محافظة غزة، ومحافظة غزة عزلت عن الشمال وعزلت عن محافظة الوسطى ومحافظتي الجنوب. لذلك هناك تقطيع أوصال ما بين المحافظات، وأيضا المحافظات الشمال ومحافظة غزة تقطعت كافة شوارعها الرئيسية. هناك عملية صعوبة في التنقل داخل حتى المحافظات المعزولة، هناك شوارع خرجت عن الخدمة، ليس فقط مستشفيات فلسطينية هي التي تخرج عن الخدمة، هناك بنية تحتية بالكامل مدمرة. عملية الوصول هي عملية صعبة للغاية في ظل الحديث عن عدم توفر أي آليات ثقيلة أو معدات قد تسهل في عملية الوصول إلى الأماكن المستهدفة. يبدو أن هناك حالة من التوتر تشوب المستشفيات الفلسطينية في صفوف العائلات في ظل هذه الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات، ويمكن مراعاة الظروف التي تمر بها الآن العائلات الفلسطينية من فقدان لأفراد من عائلاتهم، لإصابات بالغة وعدم توفر خدمة طبية ملائمة. أعداد للنازحين في المستشفيات يعني فاقت الأعداد المنطقية والمقبولة والقدرة الاستيعابية لهذه المستشفيات ومناطق النزوح. لذلك أيضا الحالة النفسية للشارع الفلسطيني هي الآن في وضع مزري للغاية وتحتاج إلى تدخل فيما بعد انتهاء هذه الحرب على غزة. طيب، نحن نسأل عن كل شيء يا خولة، وإن كان السؤال يحمل يعني الكثير من القساوة والألم. ذكرتي أن هناك أشلاء يعني تتناثر بعد كل انفجار نتيجة حجم المواد المستخدمة في التفجير من قبل الجيش الإسرائيلي. كيف يتم التعامل مع هذه الأشلاء في الإمكانات المحدودة الآن داخل المستشفيات؟ هل هناك إمكانية لعمل فحص الحمض النووي للتعرف على إلى من تكون؟ كيف يتم التعامل معها؟ نعم، للأسف أن هذه الإمكانيات حالياً وفي الوضع الراهن هي إمكانيات مستحيلة للغاية. لا يوجد أي إمكانية للتعرف على هويات الضحايا والأشلاء إلا فقط من علامات مميزة. في بعض الأحيان بإمكان العائلات التعرف على أصحاب هذه القطعة أو تلك، يعني للأسف نتحدث بهذا الأسلوب، ولكن هو الشيء الوحيد الذي يمكن التعبير عنه بهذه الطريقة. أما باقي الأشلاء والتي لا يمكن التعرف عليها وفي العادة تكون لعدة أشخاص موجودين في تلك المنطقة، إما يتم التعرف عليهم من خلال أنه كان هناك أحد يعرف من المتواجد في منطقة الاستهداف، فبالتالي هو علم تماما من الذي استهدف، أو يتم تسجيله بلا هوية. وفعليا هناك مقابر لدينا أنشئت في هذه الحرب على قطاع غزة لمجهولي الهوية، وتم دفن العشرات في هذه المقابر. وحتى هذه اللحظة لدى الكثير من العائلات الفلسطينية الأمل بأن يكون أبنائها على قيد الحياة، مع العلم أن أيضا في المقابل هناك العشرات ممن دفنوا في مقابر مجهولي الهوية. فبالتالي ستتكلم كشف الكوارث الحقيقية والهويات الحقيقية ولأعداد الضحايا والمفقودين بعد انتهاء هذه الحرب وبعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. حجم الأزمة الغذائية، نقص الإمدادات الطبية، كيف تصفين الوضع المأساوي الذي نشاهده على الشاشة بكلمات بسرد وصفي خولة؟
يعني بإمكاني القول بأن أقل مقومات الحياة اليومية والغذائية هي غير متوفرة على الإطلاق. حتى بعض المنتجات الغذائية والتي كانت غير مرغوبة للعائلات الفلسطينية وليس عليها إقبال في المحال التجارية هي الآن مفقودة بالكامل. أدنى مقومات الحياة اليومية بإمكاني وصف بسيط بأن الشارع الغزي كان محباً للحياة وبشكل واضح يحب الأغذية المتنوعة. لدينا أصناف من المأكولات البحرية، المنتجات الزراعية المتنوعة، الفاكهة في قطاع غزة كانت متوفرة بوفرة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن هذه المنتجات كان لدينا منها اكتفاء ذاتي. في الوضع الراهن المنتجات الغذائية والزراعية هي مفقودة بالكامل. قطاع الدواجن والأغنام أيضا تم استهدافه من خلال استهداف المزارع المختلفة خاصة في مناطق الشمال، لذلك هذا القطاع هو متوقف بالكامل. بالإضافة إلى قطاع المخابز هو متوقف بالكامل. المنتجات والمحال التجارية أفرغت تماما من رفوفها، لا الرز ولا السكر ولا الطحين ولا الدقيق ولا حتى الماء ولا مقومات الطاقة للطهي هي متوفرة، لذلك كل مقومات الحياة الغذائية واليومية للشارع الفلسطيني هي متوقفة بالكامل. يعني العائلات والأسر الآن تعيش على ما تبقى من مخزون لديها من بعض البسكويت، بعض المنتجات البسيطة من المعلبات، ويعتمد على وجوب وجبة واحدة يوميا. هذا وإن توفرت، نحن نواجه عائلات فلسطينية الآن قد يمر عليها أكثر من 24 ساعة أو 48 ساعة دون توفر وجبة غذاء واحدة، وقد توفر الأم هذه الوجبة لأحد أطفالها دون أن تأكل، تكتفي بقليل من قطرات المياه فقط. اليوم انتبه المواطن الفلسطيني والغزي أن حتى أنابيب الغاز ومصادر الطاقة المختلفة هي متوقفة. الآن إشعال النيران هي الوسيلة الوحيدة لغلي بعض الماء أو لعمل زجاجة حليب لبعض الأطفال، هذا وإن توفرت. القهوة غير موجودة، الرز غير متوفر، منتجات المعلبات باتت تفقد من الأسواق الفلسطينية، وفقط بعض الشاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة يتم توزيعها بآلية محددة للغاية ومقننة على أماكن اللجوء والنزوح وهي مدارس الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع استثناء المناطق الأخرى والتي فيها لاجئين ونازحين مثل منازل العائلات الأخرى والتي قامت على استقبال العائلات كضيوف لديها في فترة هذه الحرب. لذلك لا يوجد مساعدات لهذه العائلات، العائلات فقط أو المساعدات عفوا تصل فقط إلى أماكن النزوح المخصصة والمسجلة رسميا وهي مدارس غوث وتشغيل اللاجئين. هناك أزمة حقيقية، هناك كارثة إنسانية سواء كانت على الصعيد الصحي أو على الصعيد الغذائي أو على صعيد حتى الأوبئة التي تنتشر في الآونة الأخيرة، وهناك تحذيرات متعددة ومتكررة في هذا السياق. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من دير البلح وسط قطاع غزة، الصحفية خولة الخالدي. وخلال ساعات الليل نفذت إسرائيل غارات عنيفة على مناطق في بيت لاهية وحي النصر بقطاع غزة، وتحدث التلفزيون الفلسطيني عن أكثر من 20 غارة على حي الزيتون نفذها الطيران الإسرائيلي. كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهية، كما استهدف منازل في بيت حانون وجباليا وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة وحي التفاح شرق المدينة ومخيمي النصيرات والبريج.
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية توغل بجنوب غزة مع استمرار العمليات. أضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية توغل مركزة في جنوب قطاع غزة قامت قوات مدرعة وهندسية بمسح لبعض المباني وبتحديد عبوات ناسفة، كما اشتبكت القوات مع خلية من مقاتلي حماس خرجت من فتحة نفق وتمت تصفيتهم بحسب البيان. إلى ذلك أعلنت مصادر الحدث أن اشتباكات دارت بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من النخبة التابعة لحماس في محيط قاعدة زيكيم العسكرية التي تطل على شواطئ مدينة عسقلان، ما أدى إلى قتل 6 من عناصر حماس وإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم في حالة صحية خطيرة. ووفقا للمصادر فإن الاشتباكات جاءت إثر محاولة تسلل باستخدام غواصين ومسلحين على طائرات شراعية. من حدود قطاع غزة تنضم إلينا مجددا مراسلة الحدث لانا كولغاسي. لانا أهلا بك، مجمل التطورات الأمنية من عندك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق غزة. صحيح، القوات الإسرائيلية تقوم باستمرار غارات القصف وأيضا إطلاق القذائف من المدفعية الإسرائيلية نحو المناطق الشمالية الوسطى وأيضا عدد من المواقع الجنوبية، ولكن بشكل خاص كان هناك الحديث عن اشتباكات مسلحة ما زالت يعني حتى هذه الأثناء في جنوب مدينة غزة، حيث عدد من مقاتلي حركة حماس خرجوا من الأنفاق واشتبكوا بشكل المباشر مع القوات الإسرائيلية، ليس فقط في منطقة جنوب مدينة غزة تحديدا التي تحاول القوات الإسرائيلية محاولة يعني إحاطتها من جميع الجهات، لأن يعني المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن هناك عدد كبير من الأنفاق تحت هذه المنطقة وأن القوات أو قوات حركة حماس يعني تتركز بشكل كبير في تلك المنطقة تحديدا، ولذلك شاهدنا في الأيام الأخيرة وحتى اليوم محاولة لمحاصرة مدينة غزة وتوغلات برية كبيرة تقريبا من جميع الجهات من شمال مدينة غزة وحتى من الجنوب. أيضا الدبابات الإسرائيلية من هذه الجبهة التي تسمى أيضا الجبهة الوسطى قامت بالدخول بشكل كبير من الشرق نحو الغرب لمحاولة وضع حواجز لمنع الفلسطينيين من التوجه من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، إضافة لذلك توغلات برية كثيرة أيضا في المنطقة الشمالية وربما هي أيضا من أهم المواقع. كان هناك أيضا ناطق باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أكد أنه خلال ليلة أمس كان هناك القوات الإسرائيلية استطاعت كشف عدد من الأنفاق وعلى الأقل نفق واحد أو مدخل للأنفاق التي خرج منها عدد من المسلحين والمقاتلين التابعين لحركة حماس وأيضا اشتبكوا بشكل مباشر مع القوات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية.
تحديدا شمال غرب قطاع غزة. أما بالنسبة للقصف الإسرائيلي، نتحدث عن استمرار هذا القصف تحديدا في المنطقة الشمالية، لأنه بطبيعة الحال القوات البرية ترتكز بشكل كبير على الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تقوم بتأمين لها المواقع حتى تستطيع أن تتقدم، وبالتالي الطائرات الحربية توجه ضربات كبيرة على المواقع التي تريد الدبابات والمشاة الجنود الإسرائيليين التقدم من خلالها. وبالتالي نتحدث عن استمرار هذه العملية العسكرية، حتى هناك تقديرات أيضا، عدد من الصحف الأمريكية كانت تنشر بأن التقديرات الأمريكية تقول بأن هذه العملية البرية على ما يبدو سوف تستمر حتى أسبوع إضافي، وتكون هناك تكثيف لهذه العملية البرية، ولكن عن طريق عمليات تكتيكية لمحاولة تفجير عدد أكبر من الأنفاق ومعرفة معلومات إضافية استخباراتية عن مواقع الأنفاق وبالتالي تدميرها. ولكن سوف يكون ربما هناك تخفيف من القذائف أو القصف عن طريق الطائرات الحربية الإسرائيلية التي شاهدناه لم يتوقف منذ بدء الحرب، منذ يعني أكثر من 28 يوما. لنا معلومة ذكرتها أود الوقوف عندها والتأكد منها في بداية حديثك، أن هناك اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حماس الذين خرجوا من الأنفاق في جنوب قطاع غزة. هذه الاشتباكات الآن تحصل جنوب مدينة غزة. جنوب مدينة غزة، نعم، هذه الاشتباكات تحدث الآن أم انتهت؟ نعم، في طبيعة الحال يعني حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، منذ قليل بدأت اشتباكات مسلحة في تلك المنطقة، لا نعلم ربما هي انتهت ربما هي مستمرة، ولكن في طبيعة الحال مثل هذه الاشتباكات تستمر وتمتد لربما عدد من الساعات الإضافية. ودعينا فقط نشير بأن ليس هذه المنطقة الوحيدة التي كان فيها اشتباكات مسلحة، أيضا في عدد من المواقع الشمالية القوات الإسرائيلية والناطق باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن كان هناك أيضا اشتباكات مسلحة في المنطقة الشمالية شمال قطاع غزة. ولكن دعينا نشير بأن التركيز على ما يبدو حاليا في وسط قطاع غزة، تحديدا محاولة محاصرة مدينة غزة التي تعتقد القوات الإسرائيلية بأن حركة حماس تتواجد بشكل كبير في تلك المنطقة، وبالتالي محاولة إحاطة هذه المدينة. وأيضا قبل قليل فقط كان هناك أيضا معلومات متداولة بأن مسيرة إسرائيلية قامت بقصف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ، وهو أيضا المتواجد غرب مدينة غزة. والصحف الإسرائيلية يعني على ما يبدو تتداول هذا الخبر بشكل كبير، وكأنه أيضا إنجاز كبير، وهذا ما أيضا تقوم به القوات الإسرائيلية، محاولة نشر فيديوهات توثق استهدافات عدد من المواقع لمحاولة أيضا طمأنة الشارع الإسرائيلي الذي يخرج أو سيخرج أيضا اليوم في مظاهرة في تل أبيب في مساء اليوم. عدد كبير من العائلات الأسرى الإسرائيليين سوف يخرجوا لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بصفقة تبادل لإطلاق الأسرى الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين، وفعليا هذا هو الموقف لدي. طيب، هل سجلت أي رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الأقل خلال الساعات الماضية لنا؟ يعني ربما هو لأمر غريب بعض الشيء، آخر رشقة صاروخية كانت قبل 12 ساعة من الآن، يعني لم نشهد منذ صباح اليوم أي رشقات صاروخية. بطبيعة الحال يكون هناك رشقات صاروخية في ساعات الفجر وأيضا في ساعات الصباح، ولكن حتى هذه اللحظة، وهو أمر يعني مفاجئ نوعا ما، أن لم يتم إطلاق أي صاروخ أو أي قذائف من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف حتى هذه الساعة. أيضا قبل قليل كانت سفارات الإنذار تدوي في منطقة إيلات، ولكن على ما يبدو أنه إنذار خاطئ، وبالتالي لا يوجد أي سفارات إنذار تدوي بسبب سقوط أي صواريخ أو إطلاق أي صواريخ من قطاع غزة حتى هذه اللحظات. ولكن بطبيعة الحال ومن المؤكد أن يكون هناك رشقات صاروخية تطلق خلال هذا اليوم إلى مستوطنات الغلاف. التحشيد العسكري للجيش المتواجد على الحدود مع قطاع غزة الذي شهدناه خلال الأيام الماضية بكثافة لنا، هل ما يزال على حاله أم اختلف شكله؟
ما زالت الحشود الأمنية الكبيرة، العتاد العسكري والآليات العسكرية بكميات كبيرة تتواجد في قطاع غزة، وربما أيضا قبل عدة أيام القوات الإسرائيلية قد أكدت أنها عززت هذه المنطقة وأرسلت مزيد من الجنود وأرسلت مزيد من الكتائب إلى تلك المنطقة لتدعم القوات المتواجدة في جبهة قطاع غزة. وبالتالي نتحدث أن ما زال هناك أعداد كبيرة من الجنود، دبابات، آليات عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، توغلات ما زالت مستمرة، وعلى ما يبدو سوف نشهد أسبوع قادم سوف يكون عنيف وسوف يكون هناك توغلات أكبر من التوغلات التي شهدناها في الأيام الماضية، مع استمرار القصف في جميع المواقع تقريبا من الشمال إلى الجنوب. وحتى اللحظة القوات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية بالرغم من الضغط الأمريكي والزيارة الثالثة بالأمس إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، إلا أن ما زلنا نتحدث عن رفض للحكومة الإسرائيلية عن إدخال الوقود وأيضا عن إعلان وقف لإطلاق النار. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة على كل هذه التفصيلات والمعلومات من حدود قطاع غزة، مراسلة الحدث لانا كلقاصي. قال مراسل الحدث إن القوات الإسرائيلية انسحبت من بيت آمر ومخيم الفوار بعد حملة اقتحامات واسعة، وذلك بعد اقتحامات لعدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم. وبحسب المصادر تم اقتحام عدة أماكن في مدينة نابلس، كما أغلقت كافة مداخل مخيم بلاطة في الضفة الغربية تزامنا مع سماع أصوات انفجارات متقطعة في المخيم. هذا واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة بيت لحم من عدة محاور، فيما أفادت ذات المصادر عن وقوع مواجهات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة وادي شاهين وبلدة بيت ساحور في بيت لحم، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة بيت آمر ومخيم الفوار ومسجد معاذ في شمال وجنوب الخليل في الضفة الغربية. دخل قلنا شرط 17 يا شباب شباب هاي الشباكات دخل قلنا شرط 17 يا شباب شباب هاي. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. أهلا بك عبد الحفيظ. هل انسحب الجيش الإسرائيلي من جميع المناطق والقرى التي طوقها خلال الساعات الماضية، وماذا خلفت هذه الاقتحامات؟ نعم، انسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق والقرى التي اقتحمها خلال الليل وفجر اليوم، آخرها كان في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين وأصاب عددا آخر بجروح عند انسحابه بعد اندلاع مواجهات مع شبان في البلدة. كما انسحب من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل عندما اعتقل أيضا عددا كبيرا من الفلسطينيين داخل هذا المخيم. وفق نادي الأسير الفلسطيني عدد الاعتقالات وصل إلى 52 معتقلا هذه الليلة. هؤلاء تم اعتقالهم من عدة مناطق في الضفة الغربية، أبرزها كان في مخيم بلاطة جنوب مدينة نابلس، حيث تزامن الاقتحام الإسرائيلي مع اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين، وأيضا في عدة قرى محيطة في نابلس مثل تل وغيرها، وأيضا عدة طرق
عدة قرى قريبة من طول كرم. هناك عمليات إسرائيلية واسعة تقوم بها القوات هناك بحثا عن المنفذين لعملية إطلاق نار جرت قبل أيام أدت لمقتل جندي إسرائيلي. أيضا في بلدة جبع جنوب جنين كان هناك اقتحام واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. إسرائيل تواصل هذه السياسة بشكل كبير جدا منذ 7 أكتوبر. هي أصلا عمليات الاعتقال كانت متواصلة منذ يعني لم تتوقف أصلا، ولكن تكثفت بعد 7 أكتوبر. وزارة شؤون الأسرى تتحدث عن 2000 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر. بعضهم خرج من السجن وآخرون نحو 1800 فلسطيني ما زالوا قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة. طبعا يضاف إلى عدد كبير من الجرحى، أكثر من 2000 جريح و150 فلسطينيا قتلوا في عمليات الاقتحام هذه والمواجهات التي تحدث خلالها. الحياة الآن في مناطق الضفة الغربية بعد هذه الاقتحامات الليلية يوم أمس، عبد الحفيظ، كيف تصفها؟ هل الناس تخرج إلى أعمالها؟ أعود وأسألك دائما عن المدارس، هل ما زال التعليم عن بعد في أغلبها في مناطق الضفة الغربية؟ اليوم السبت هو إجازة لمعظم المدارس، ولكن الخميس كان التعليم عن بعد إلكترونيا. الأربعاء لم يكن هناك تعليم. الأمور غير منتظمة بتاتا في قطاع التعليم وفي المدارس بشكل عام ولا في الحياة بشكل عام. منذ 7 أكتوبر إسرائيل قسمت الضفة الغربية إلى 3 أجزاء رئيسية. الجزء الجنوبي الذي يشمل مدن مثل بيت لحم والخليل وهذه المحافظة كلها، تقريبا هناك حاجز واحد هو يسموه الفلسطينيون حاجز الكونتينر. إذا ما أغلق هذا الحاجز أو شدد عليه التفتيش فإن هذه المنطقة جنوب الضفة الغربية بكاملها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيشون فيها تفصل تماما. وسط الضفة الغربية رام الله وأريحة والقدس وما حولها أيضا محاطة بحواجز مغلقة والحركة فيها صعبة. وشمال الضفة الغربية نابلس جنين طول كرم وغيرها أيضا هناك حاجز إذا ما أغلق يقفل هذه المنطقة تماما، وبالتالي يضطر الفلسطينيون لسلك طرق ترابية عبر التلال وعبر الجبال، ويعني يحاولون العبور من خلالها ضمن عمليات ملاحقة. أصلا إسرائيل تلاحقهم وتقوم بإغلاق هذه الطرق البديلة التي يجدها الفلسطينيون أو يحاولون العثور عليها للتمكن من نقل البضائع أو الانتقال من مدينة إلى أخرى. وبالتالي الحياة ليست طبيعية بالمطلق هذا خلال النهار. طبعا خلال الليل التنقل خطر وخطر للغاية، وعادة الناس يلتزمون بيوتهم بسبب أن السفر خلال عبر المدن أو خلال هذه الطرق يؤدي بهم إلى الخطر بسبب وجود المستوطنين الذين يعني يلقون الحجارة ويطلقون النار على المركبات الفلسطينية. هل هناك أي تصريحات جديدة خرجت من السلطة الفلسطينية حول مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماع عمان المرتقب عقده خلال ساعات اليوم؟ طيارة أردنية، طائرة أردنية مروحية وصلت إلى رام الله قبل قليل وأقلت الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في هذه الاجتماعات وعلى رأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. هناك بلورة لموقف موحد مع الدول العربية وهو ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وضرورة البدء بإدخال المواد الإغاثية الطارئة والعاجلة جدا لأهالي قطاع غزة. هذا هو الموقف السياسي حاليا للسلطة الفلسطينية، وهذا ما تسعى للقيام به في وتنسيق الجهود حوله مع بقية الدول العربية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات من رام الله، مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان. دان الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف قافلة سيارات إسعاف خلال نقلها جرحى باتجاه معبر رفح البري، مؤكدا وقوع 16 قتيلا وأكثر من 60 جريح. أكد الهلال الأحمر في بيان أن 8 سيارات إسعاف تابعة له خرجت تماما من الخدمة منذ بداية الحرب على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل ضمان حماية المدنيين والمقار والطواقم الطبية في القطاع.
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن شعوره بالرعب من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي قافلة لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة، وصفا صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى بالمفجعة. غوتيريش وفي بيان له أصدره عقب ذلك الاستهداف شدد على وجوب إيقاف النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن على كل صاحب نفوذ ممارسة هذا النفوذ لضمان احترام قواعد الحرب وإنهاء المعاناة وتجنب امتداد الصراع. وأكد غوتيريش وجوب السماح بدخول الإمدادات والخدمات الأساسية والمساعدات بما يتناسب مع الوضع المأساوي في غزة. من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أهلا بك أحمد، أي معلومات تكشفت حول استهداف الجيش الإسرائيلي لمحيط أو مدخل مدرسة في وسط قطاع غزة وما خلفه من أعداد جرحى وقتلى حتى الآن؟ نعم، ولكن هناك تطور قبل قليل، يعني كان هناك أيضا استهداف مدرسة الفاخورة بشمالي القطاع، بوابة هذه المدرسة نعم. تم استهدافها، خلفت عدد من الضحايا. نعم. هي هذه المدرسة التي كنت أقصدها في مدرسة يا أحمد. الفاخورة. نعم. نعم، هذه المدرسة تم استهدافها قبل قليل، هي أكبر المدارس في قطاع غزة التي تأوي نازحين بداخلها، وبالتالي هناك عدد من الضحايا والإصابات جراء هذا الاستهداف لبوابة هذه المدرسة. سبق أيضا أن تم استهداف العديد من المدارس التابعة لوكالة الأونروا خلال الأيام الماضية، سواء كان باستهدافها بشكل مباشر أو حتى إلقاء قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا عليها. وشاهدنا ورصدنا قبل أيام كان هناك إلقاء قنابل الفسفور الأبيض على أحد المدارس وخلف عدد من الإصابات والجرحى جراء هذه القنابل التي تم إلقاها، بالإضافة أيضا إلى استهداف محيط المستشفيات. قبل قليل كان هناك استهداف بالحزام الناري لمحيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. أيضا بالأمس كان هناك استهداف لسيارة إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي. نتحدث عن مستشفى الأندونيسي في شمالي القطاع، كان هناك استهداف لمحيطه وأيضا للمنازل المجاورة له، وبالتالي تخلف هذه الاستهدافات العديد من الأضرار والإصابات سواء في صفوف المواطنين أو حتى الأضرار داخل هذه المستشفيات. مستشفى القدس تضرر كثيرا جراء الاستهدافات المتكررة والمتتالية على محيط المستشفى. وأيضا المستشفى الأندونيسي خرج قسم المبيت عن العمل، وهناك انقطاع شبه جزئي في داخل المستشفى بسبب الاستهدافات لمحيط هذه المستشفيات. ونحن نتحدث أيضا عن مستشفى أحمد عدوان في شمالي القطاع، أيضا كانت هناك عدة غارات في نعم. الساعات الماضية. ابقى معنا يا أحمد، سأعود لك فيما بعد. وننتقل إلى ضيفنا الكريم من غزة أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. سيد أشرف أهلا بك معنا، سأبدأ مع حضرتك من الاستهداف الأخير لمدرسة الفاخورة، إن كانت لديك أعداد تقريبية لمن أصيب ومن قتل، وبشكل عام أعداد الوفيات والجرحى حتى اللحظة في عموم أرجاء قطاع غزة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهدائنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا الفلسطيني من هذا التغول والتطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لليوم 29 على التوالي. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يستهدف أماكن الإيواء بشكل مباشر. بالأمس كان هناك استهداف لعدة مدارس وكذلك أيضا لمجمع الشفاء الطبي وكذلك لمستشفى القدس ومستشفى الأندونيسي، وصباح اليوم كان هناك استهداف أيضا لمستشفى النصر وقبله لمستشفى الفقورة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز حتى لتجمعات النازحين في المدارس وفي المستشفيات بشكل كبير. حتى اللحظة لم يتم إحصاء المجزرة الأخيرة
التي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي في هذه المدرسة، ولا زالت الطواقم الطبية تقوم بعمل انتشال الجرحى وكذلك محاولة إنقاذ حياتها في المستشفى. نحن اليوم أمام مشهد تصفوي واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، كل شيء يتحرك في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي بات الآن لديه ضوء أخضر لارتكاب مزيد من المجازر بسبب صمت المجتمع الدولي على ما يقوم به. طيب المجازر دون أن يحرك ساكنا. يعني أستفيد من وجودك معنا سيد أشرف، أسألك أيضا عن عدد ما يزالون المفقودين الذين ما يزالون تحت الأنقاض بحسب الإفادات التي وردت لوزارة الصحة، وعدد من دفنوا وهم مجهولو الهوية، كم أعدادهم؟ نحن نتحدث عن قرابة أكثر من 2100 بلاغ وصل إلى مجمع إلى مستشفيات قطاع غزة وإلى وزارة الصحة، منهم 1200 بلاغ المفقودين تحت الأنقاض من الأطفال. هناك الآن تقريبا مئات، لا يوجد حصر كامل، ولكن هناك مئات مسجلة لدينا من المفقودين الذين دفنوا دون أن تعرف هويتهم في مقبرة جماعية في وسط مدينة غزة. وبالتالي نحن قمنا بتتابع الأمور والإجراءات القانونية مع الطب العدلي والطب الشرعي في قطاع غزة لأخذ المسحات منهم وأخذ بعض الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات. ولكن هذه الجثث الآن تم دفنها، وكل يوم تقريبا يتم دفن عشرات الحالات من الذين يصلون إلى المستشفيات ولم تعرف هويتهم، إضافة إلى أن هناك عدم قدرة لدى المواطنين من أخذ أيضا جثث أو أبنائهم المعلومين لدفنها في أماكن الدفن في شرق مدينة غزة بسبب الاستهداف المركز، وخاصة في مدينة غزة وشمال قطاع غزة. ولكن الأمر مختلف يعني فيما يتعلق بالدفن الأفراد. طيب المعلومة، كيف تتعامل وزارة الصحة مع التكدس الجثث المتوفين سيد أشرف الذين لا تتمكن عائلاتهم من أخذهم ودفنهم؟ نحن لدينا لجنة في وزارة الصحة مع الجهات الحكومية الأخرى، تقوم هذه اللجنة على عمل ملف لكل جثة شهيد وأخذ بعض العلامات القانونية من الشهيد وتصويره، ومن ثم تقوم هذه اللجنة بجمع عدد من الشهداء. تقريبا كل يوم ما بين 40 إلى 60 شهيد يتم دفنهم وهم غير معلومين الهوية، ويتم دفنهم في مقبرة جماعية بالأرقام. ولكن هذه المقبرة الآن بدأت تمتلئ، وربما يكون لدينا مقبرة أخرى بسبب العدد الهائل من جثث الشهداء. إضافة إلى ذلك أيضا لدينا مشكلة أكبر اليوم، أن هذه الجثث اليوم بدأت تتحلل، خاصة التي تحت الأنقاض دون خروجها، وهذا يشكل مشكلة حقيقية على المستوى الصحي وعلى المستوى البيئي، خاصة نحن نتحدث عن آلاف الجثث لا زالت تحت الأنقاض، وهذا يسبب كما قلت مكره صحية ومكره بيئية. هل بدأت تظهر أوبئة جديدة نتيجة تحلل هذه الجثث التي ما تزال عالقة تحت الأنقاض، وأيضا لجوء الناس إلى مياه الآبار الغير صالحة للشرب نتيجة انعدام المياه الصالحة؟ هل سجلت وزارة الصحة أكيد نحن رصدنا أوبئة جديدة؟ تفضل. بالتأكيد نحن رصدنا انتشار العديد من الأمراض المعدية والأمراض الجلدية، وكذلك أيضا الجدري المائي والإنفلونزا والإسهال وغيرها من العلامات التي تشير إلى وجود وباء جديد. ولكن كما تعلمين بأنه لا يوجد تقصي الآن في وزارة الصحة بسبب عدم توفر إمكانيات وعدم توفر أيضا المؤسسات الدولية التي تقوم على مثل هذه التقصي، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف وغيرها. كل هذه المؤسسات اليوم غادرت شمال قطاع غزة باتجاه جنوبي، وجزء منها أيضا غادر قطاع غزة بالكامل. وبالتالي هذا العمل وهذه المهمات يجب أن تكون من خلال الجهات الدولية التي لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الأوبئة. ولكن نحن اليوم في وزارة الصحة ليس لدينا أي إمكانيات للتعامل في إطار كشف هذه الأوبئة أو التعامل أيضا
في اطار العمل في انقاذ حياه الجرحى بسبب عدم توفر اي امكانيات طبيه داخل القطاع. نعم. فطالبنا الجميع بتوفير هذه الامدادات الطبيه الى مستشفيات القطاع، ولكن حتى اللحظه لم يتم امداد المستشفيات باي من الاشياء الضروريه والطارئه. نعم. اعود مع حضرتك الى استهداف الجيش الاسرائيلي لمدرسه الفاخوره، هل لديكم اي اعداد تقريبيه لعدد النازحين الذين يقطنونها وهي من اكبر المدارس؟ نعم. في غزه؟ يعني الاعداد تقدر في هذه المدرسه قرابه 10,000 نازح، ولكن بالتأكيد كل يوم هناك نازحين جدد يأتون إلى أماكن النزوح، وبالتالي المكان البادئ لا يتسع في كل مناطق النزوح. اليوم لا يوجد سنتيمتر واحد في مراكز اللجوء، سواء المدارس أو المستشفيات، دون أن يكون به إنسان فلسطيني نازح. وبالتالي حتى الأعداد التي رصدتها وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين اليوم أصبحت مضاعفة أكثر من ذي قبل. نحن كنا نتحدث في السابق عن وجود ما يزيد عن 50,000 مواطن في مجمع الشفاء الطبي، اليوم نتحدث عن قرابة 80,000 مواطن في مجمع الشفاء الطبي، لأن كل يوم هناك استهداف الأحياء السكنية، مما يضطر السكان إلى النزوح من هذه الأماكن باتجاه المستشفيات والمدارس، وبالتالي اليوم الأعداد مضاعفة أكثر بكثير من ذي قبل. نعم. عندما نتحدث عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمداخل عدة مستشفيات خلال الساعات الماضية فقط، إلى أي مدى يؤثر استهداف مداخل المستشفيات على عملها في الداخل؟ الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان بدأ يركز عدوانه على المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف. نحن نتحدث اليوم عن خروج 16 مستشفى عن الخدمة تماما بسبب الاستهداف، خروج 32 مركز للرعاية الأولية بسبب الاستهداف، استهداف كامل ل 102 مؤسسة صحية، كذلك أيضا استشهاد 136 من الطواقم الطبية وإصابة ما يزيد عن 250 مواطن من الكوادر الصحية. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم يزيد من هذا الاستهداف باستهداف محيط المستشفيات وبوابات المستشفيات، حتى أولا يرهب العاملين في داخل المستشفيات ويرهب أيضا النازحين ويرهب أيضا الجرحى والمرضى. ثانيا لا تقوى هذه المستشفيات على إرسال سيارات الإسعاف أو استقبال سيارات الإسعاف، وبالتالي ويريد خنق المنظومة الصحية، يريد إخراج المنظومة الصحية ومستشفيات قطاع غزة عن وظائفها الحيوية والطبية في علاج وإنقاذ الجرحى والمرضى، وبالتالي يريد أن يخرج هذه المستشفيات عن محتواها الطبي تماما، وبالتالي ويركز على استهدافها إما على البوابات وإما في محيطها، يحاول أن يحاصر هذه المستشفيات بشكل مركز ويمنع عنها الإمدادات الطبية، يمنع عنها الوقود، يمنع عنها الكهرباء، يمنع عنها الماء المياه، حتى يتم إعدام من فيها دون أن يعلم به أحد. ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة أمام ما يجري في مستشفيات قطاع غزة، المجتمع الدولي أيضا يتحمل المسؤولية الكاملة لما يجري في مستشفيات قطاع غزة. نعم سيد أشرف، وعدم قيامه بواجباته تجاه المنظومة الصحية. شكرا جزيلا لك من غزة، أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سيعقدون اليوم اجتماعا تنسيقيا سعيا لوقف الحرب على قطاع غزة. وبحسب البيان سيعقد الوزراء اجتماعا آخر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، سيؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة وسبل إنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة. وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن أولوية العمل اليوم تكمن في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان على حد تعبيره. ميقاتي رأى أن إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة باستخدامها أسلحة محرمة دولياً
للإمعان في إحداث مزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات في الجنوب. من بيروت ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. دكتور خالد أهلا بك معنا، ما الجديد الذي يمكن أن يتمخض عن اجتماع عمان المزمع عقده اليوم والسعي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات؟ صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل. بالطبع هذا الاجتماع هو اجتماع ضروري لرفع الموقف العربي الذي يجب أن تسمعه الولايات المتحدة، وخاصة أنتوني بلينكين هو في زيارة إلى المنطقة للاستماع واستشفاف الآراء، وبالتالي الخطو خطوة جديدة نحو ما ينظر إليه أمريكيا بالنسبة لهذا الوضع الموجود في غزة. السفراء العرب رفعوا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى العمل سريعا، يعني في هذه القمة ستكون يعني طبعا العمل سريعا على إيقاف الحرب وبالتالي الهدنة الإنسانية، والنقطة الثالثة هي عدم السماح ب يعني إخراج الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الذي بات يهدد غزة ويهدد الفلسطينيين. وبالتالي على الولايات المتحدة أن لا تتباطأ في أخذ هذه النقاط والعمل سريعا على تحقيقها لكي لا توسع دائرة البكار، لأن الفعل بالإضافة إلى ردة الفعل يعني هو سيوقع المنطقة أكثر في أكثر في عملية الفوضى. التوجه العربي أصلا يعني ينبع من خلال نقطتين، ومنذ اندلاع هذه العملية في 7 أكتوبر كان لعرب الاعتدال موقفا منفردا، حماية الشعب الفلسطيني وإعادة القضية الفلسطينية من باب النظر مستقبل الدولة المستقبلية على أولويات العمل الدبلوماسي العالمي. بالتالي هذه الخطوات هي خطوات فعالة وجادة لكي تقوم الولايات المتحدة فعليا بممارسة سلطتها التي أعطتها لإسرائيل في التمادي بالقتل والإجرام الواضح ضد الشعب الفلسطيني. لماذا يمكن أن تمارس واشنطن سلطتها للضغط على إسرائيل في هذه المرحلة، وهي حتى اللحظة ونحن سندخل يعني سينتهي الشهر الأول من هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم نشهد دورا ضاغطا من واشنطن على إسرائيل، هو دور تنسيقي فقط حتى اللحظة دكتور خالد؟ صحيح، واشنطن منذ البداية كانت تمارس وجهان لسياستها التي كانت تتكلم بها مع العرب ومع الأطراف على جوار المحيط المحادي للمعارك، بأنها تريد إيقاف العملية وممكن هدنة إنسانية وهذا غير مقبول من إسرائيل، وبالتالي تريد الإفراج عن الرهائن. من ناحية تانية كانت تقول لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وهي إلى جانبها لأنها تتعرض لإبادة، وبالتالي أرسلت أساطيلها وأرسلت يعني جيوشها لحماية مصالحها وليس للدفاع عن إسرائيل، وبالتالي هي تستطيع أن تقول لإيران كفى هذا العبث وكفى المنافسة بينك وبين اليمين المتطرف على قاعدة يعني الوصول إلى مكاسب، وبالتالي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، لأن إيران تقاتل بالأذرعة ولا تقاتل يعني جيشها الذي تهدد به وترفع الصوت عاليا، وفي المناطق الأخرى يعني تخوض معارك دبلوماسية، وواضحة هذه هي رسائل إلى الولايات المتحدة لأنها تبحث عن قوننة دورها وعن قوننة نفوذها. إذن هنا
عندما تقف الولايات المتحدة وتردع اليمين المتطرف في إسرائيل وتقول له كفاية، يجب الدخول في هدنة والبحث عن دولة قادمة، هي بإمكانها نفسها نعم دكتور. تقول لإيران عبثا هذا اللعب الذي تمارسينه بواسطة الأذرعة، وبالتالي سيكون الرد ليس نعم دكتور من عين خالد. الأسد ومن بيروت، وإنما سيكون الرد في طهران. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل والطرح من بيروت، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي. ختاما إلى اللقاء، والزميلة ربا أبو ضرغم تلتقيكم على رأس الساعة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.